مرحبا مجددا بكم تلامذتنا الأعزاء بدرس جديد لمادة النشاط العلمي بعنوان الماء الجاري على سطح الأرض. جيد، إذا لاحظوا معي جيدا هذه الصورة، إذا ماذا تلاحظون؟ إذا هذا عبارة عن شلال بمنطقة الزلال معروف شلال الأوزود، لكن السؤال المطروح هو ما هو مصدر هذا الماء وما هو مصيره؟ المصدر ومصيره سيبقى في هذا المكان، من أين أتى هذا الماء إلى غيره. للإجابة على هذه الأسئلة سنلاحظ هذا الوسط الطبيعي الممثل في الصورة، ثم سنحاول أن نضع اسم كل عنصر في خانته على الرسم. إذن عصير ثلج، تساقطات، نار، بحيرة، محيط، سحاب. جيد، إذا هنا مجموعة من السحب، هنا تساقطات عبارة عن ثلج، هنا تساقطات عبارة عن أمطار. إذا هذه بحيرة، إذا نهر، ثم المحيط. جيد، عندنا ثلج، تساقطات، نهر، بحيرة، محيط، ثلج. إذا نحن نعرف بأن مصدر هذه المياه اللي هو سواء التساقطات الثلجية أو المطرية، سواء ستذهب نحو البحيرة أو ستذهب إلى المحيط عبر الأنهار. إذا السهم عفوا تمثل مصير الماء، إذا مصير هو المحيط. إذا سنحاول أن نملأ الفراغات بما يلائم. تتجمع التساقطات المطرية والثلجية فوق الجبال، ثم تصبح ماء يسيل بالسيول والجداول ليصب في الأنهار والبحار والمحيطات. تتجمع التساقطات المطرية والثلجية فوق الجبال، ثم تصبح ماء يسيل بالسيول والجداول ليصبح في الأنهار والبحار والمحيطات. سننتقل إلى الاستنتاج، إذا ستحاول أن تدون استنتاجكم في دفتر التحصيل. إن ماذا؟ إن الماء في الأنهار والجداول المائية يأتي من الجبال، المصدر هو الجبال كما رأينا. التساقطات الثلجية أو التساقطات المطرية تسيل في السيول لكي تصل إلى الأنهار التي تنقلها إلى البحار أو المحيطات. إذن كلمات مهمة: eau courante, rivière, océan. bien. eau courante, rivière, océan. جيد، استثمر ورتب بوضع الأرقام 1 2 3 4 في الخانات المناسب لحدد مسار ماء جار بالمغرب. إذا الصورة الأولى نهر أم ربيع قبة خنيفرة، المحيط الأطلسي بيز مصر 2، الصورة 3 سد المسيرة على نهر أم ربيع، الصورة الرابعة والأخيرة منابع أم ربيع بالأطلس قرب خنيفرة. إذا الصورة الأولى التي تحدد لنا مصدر الماء هي الصورة الرابعة منابع أم الربيع بالأطلس قرب خنيفرة، إذن هو مصدر المياه التي تجري وتسيل في نهر أم الربيع. الصورة 2 إذا نهر أم الربيع قرب خنيفرة، مدينة خنيفرة. جيد، وهي مدينة توجد بالأطلس، ثم يسيل الواد ليصل إلى السد، سد المسيرة المقام على نهر أم الربيع. جيد، ثم الفائض يصب في المحيط الأطلسي بمدينة أزمور التي توجد بالقرب من مدينة الجديدة. إذا درسنا لهذه الحصة انتهى، أتمنى لكم رمضان كريم وتحياتي.